الوصفات اللذيذة اللي دائما تعجبكم مني أنا هو عصير عوارق الحليب. بسم الله، نحط الموز، نحط المانجو، نحط الفراولة فوقه. بسم الله، وايد مهم تحطون الآيس كريم. والحين نخلطه وبس. هنا أشغل بشكل يطلع وايد حلو. تحطين شوية فيمتو، شوفوا شكله كيف طلع، صدق عوارق لذيذ وطعمه يجنن وايد حلو. جربوا الطريقة. موهيتو الباشن وايد لذيذ. أول شيء باخذ من فاكهة الباشن. أوكي، شوفوا كيف أخذت منه طازج وحطيت على الثلج. الحين أخذ من السيروب وحط عليه. حط النعناع عليه. عليه الليمون الأخضر والليمون الأصفر. له 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 تعذيب هذا الشيء. وبعدها أحركه. بسم الله. وبحط عليه قطع الباشن من فوق. بالعافية عليكم أنواع المشروبات اللي حطيتها اليوم.